أهلا بكم من جديد. أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم بيانا حول تلاقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وتناول الاتصال تطورات ملف سد النهضة، وذلك في ضوء رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا للمفاوضات الثلاثية. وقال البيان إن الرئيس السيسي جدد التأكيد على الثوابت المصرية، خاصة ما يتعلق باستئناف المفاوضات بهدف بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل. من جانبه أعرب رئيس جنوب أفريقيا عن تطلعه لاستمرار التنسيق بين البلدين للعمل على تحريك الموقف. نشرت شبكة CNN الأمريكية تقريرا كشف أن المدعوون الفيدراليون قد حققوا لأكثر من 3 سنوات، فيما إذا كانت حملة ترامب قد حصلت على تمويل ب10 ملايين دولار من بنك مصري مملوك للدولة. ورغم إغلاق التحقيق في يوليو من العام الجاري دون التوصل إلى أدلة كافية، إلا أن القضية تثير جدلا واسعا مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية. نشاهد المزيد من التفاصيل. ترامب الرئيس الأمريكي الذي لطالما طاردته التحقيقات القانونية للصحفية فحسب، وكان أبرزها التحقيقات في علاقاته الروسية. الآن تم الكشف عن تحقيقات أخرى ذات طابع دولي، وهذه المرة وصلت إلى مصر، حيث نشرت شبكة CNN تقريرا عن تحقيقات فيدرالية في شبهة وصول أموال من مصر إلى حملة ترامب الرئاسية عام 2016. وجاء في التقرير أن المحققين الفيدراليين حققوا في القضية على مدى 3 أعوام، وأن الأموال قيمتها نحو 10 ملايين دولار وجاءت عبر بنك مصري مملوك للدولة في الأيام الأخيرة لسباق الانتخابات الأمريكية. التحقيق ظل سريا لدرجة أن المحققين أغلقوا في وقت ما طابقا كاملا من مبنى محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، حتى يتمكن فريق مولر من المطالبة بسجلات البنك المصري ضمن إجراءات محكمة مغلقة عقب أمر استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى. هذا وكان المحقق الخاص روبرت مولر قد رفع القضية إلى المدعين العامين في واشنطن ليغلقها المدعي العام الأمريكي بالإنابة في شهر يوليو الماضي، وذلك بعد عدم تمكن المحققين في التوصل إلى أدلة حاسمة. وقالت الشبكة إن ترامب التقى في نيويورك بالرئيس المصري قبل أسابيع من الانتخابات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت المقابلة في نيويورك بداية تعارف، حيث قال الرئيس السيسي حينها إنه متأكد من كون ترامب رئيسا قويا، ورد ترامب بأن الرئيس المصري رجل رائع. وكانت صحف أمريكية قد ركزت على وصف ترامب للسيسي في قمة الدول السبع عام 2019 بأنه ديكتاتوره المفضل، وهو ما لم تنفه أي جهة رسمية مصرية أو أمريكية. وتنضم إلينا من ميسيسيبي الزميلة ريما أبو حمدية مراسلة التلفزيون العربي. أهلا بك معايا ريما، وخلينا نتكلم عن إن التحقيق كان سري لمدة استمرت ل3 أعوام. هل عندنا أي معلومات ليه كان التحقيق سري في هذا التحقيق بخلاف تحقيقات التدخل الروسي على سبيل المثال؟ يعني ربما البعض يفسر هذا الموضوع. أولا، هذا بدأ قبل تحقيقات روسيا واستمر لما بعد تحقيقات روسيا وبعد إقفال ملف تحقيقات روسيا. عادة في مثل هذه القضايا كما يقول خبراء تكون السرية ضرورية عندما يتم إجراء تحقيقات من هذا النوع، خاصة وأن كل معلومة يمكن أن تنشر، يمكن أن تؤثر على سير التحقيقات، ويمكن أن تؤثر على أولئك الذين كانوا جزء من التحقيقات أو من الاستجواب. وبالتالي ربما أراد أولئك الذين قاموا على هذه التحقيقات والفيدراليين العملاء الفيدراليين أن يبقوا هذا الموضوع تي السرية لحين معرفة بعض التفاصيل. المشكلة لماذا لم يتم الكشف
عن هذه التحقيقات لاحقا. هذا ما لا يعرف، وحتى هذه اللحظة كل ما نعرفه عن هذه التحقيقات هو ما تسرب لوكالة CNN الأمريكية ولبعض الصحف الأمريكية الأخرى، التي تحدثت عن أن بعض المصادر، عدد كبير من المصادر في واقع الحال، تحدث عن هذه التحقيقات لوكالات إعلام دون أن يكون هناك حتى هذه اللحظة أي رد رسمي لا من حملة ترامب ولا من الجانب المصري ولا حتى ربما من الجهات الرسمية التي قامت بإجراء هذه التحقيقات. كل ذلك يأتي في إطار التسريبات حتى هذه اللحظة، ولكن لابد وأنها ستؤثر على مسار النقاش الدائر في العاصمة الأمريكية الآن، وحملة ترامب والأموال إلى أي مدى يا ريما؟ حملة ترامب، وهي ليست المرة الأولى. إلى أي مدى بتؤثر هذا؟ يعني هذا الخبر يمكن أن نقول إنه جديد ضمن الجدل المثار حول حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كبير، ولكنه يعود ويفتح الكثير من القضايا السابقة، وبالتالي لابد كما يقول البعض أنه سيتم تناوله بشكل كبير خاصة من الإعلام المناهض لترامب. ولكن من جهة أخرى ربما يعيد الحديث حول تحقيقات روسيا وحول تحقيقات الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحول أيضا تمويل كل فعالياته الانتخابية والفعالية التي تم تنصيبه خلالها رئيسا عام 2016. كل ذلك سيعود إلى الواجهة من جديد بعد الكشف عن هذه التحقيقات، خاصة وأن كثيرين قالوا إن إغلاق ملف تحقيقات روسيا بسبب عدم وجود أولئك الذين أرادوا التحدث بشكل صريح وواضح عن ما كان يجري داخل حملة ترامب. بنشكرك، كنت معنا من المسيسيبي الزميلة ريما أبو حمدية مراسلة التلفزيون العربي. شكرا ريما.